السلام عليكم اختي. حنا كنجيو من 2018 وحنا كنجيو هنا قدام البرلمان كنطالبوا بالحقوق ديالنا. كنشد انا 12000 ريال ابنتي ما دايره ليا والو، كنخلص بها الموضه وكنخدم في القهاوي، كنجمر في البرارد ونغسل الكيسان، ها الكيسان فارعني من يدي، وعندي جوج وليدات ما خدامينش. ال 12000 ريال كنخلص بها الموضه وكنخرج نمد يدي، كنمشي نخدم في القهاوي، والمعيشه غاده وكتغلى، البيضه دايره 30 ريال، اش غناكلو؟ راه ما جيت هنا قدام البرلمان حتى وصلت ليا العظم. واش 12000 تقاعد ابنتي؟ راه ماشي تقاعد، 12000 راه ما دايره والو. ها هو دابا السكر كيقول لك غيتزاد، الخضره دايره بطاطا 10 دراهم، اللوبيا دايره 500 ريال، الحمص دايره 500 ريال، اش غناكلو؟ مطيشه دايره 160، هو دابا اش غناكلو؟ ناكلو الحجر؟ ما صنا ما انا بعدا ما لقيت من ناكل. الارمله ضايعه والمتقاعد راه ضايع. انا كنهضر بصفه عامه على التقاعد كاملين، المتقاعدين والارامل، انا كنهضر عليهم بصفه عامه كاملين، وكنطالبوا شوف فينا صاحب الجلاله يدير لنا شي حل، يزيدونا شويه في المعاش. ودابا المعيشه كتزاد والمعاش ما كيتزادش، علاش؟ البيضه كانت ب 8 دريال 10 دريال ملي خلاو لي 12، كنشد ديك 12، ودابا البيضه راه ولات ب 30 ريال، وزيدوني في المعاش. راه حنا ضايعين ابنتي، راه ما كنجي هنا قدام البرلمان حتى وصلت ليا العظم، راه لا تغديت ما كنتعشاش، كنمشي كنخدم في القهاوي من 7 الصباح الى 12 ديال الليل على 50 درهم، ونجمر البلارد ونغسل الكيسان، وعاش الملك. كنطالبوا يشوف فينا ويدير لنا شي حل، كنطالبوا من جلاله الملك يدير لنا شي حل. عندي جوج وليدات ما خدامينش، غناكلوا ناكلوا الحجر؟ يا بنتي راه ما لقينا ما ناكلوا. البيضه 30 ريال اش غتاكلي؟ المطيشه دايره 160 اش غناكل؟ وراجلي ضرب 17 عام في الصحراء، 17 عام ضربها غير الصحراء، خدمت 22 عام وست شهور مخلي لي 12 ديالاش ديال تقاعد. يلا كنحشم نقول انا مرت عسكري، انا رانا مرت جندي كنحشم نقولها. كيلقاوني الناس كنخدم في القهاوي كيسحبوا راه عندي الماندا وجايه كنخدم، وانا فاتحه الوسيس مبزولت يا بنتي وما قاداش نخدم، مريضه والله ينصر سيدنا يشوف فينا. السلام عليكم، انا راجلي كان عسكري ومرض وفتح خطرتين في السبيطار ديال العسكر وفتح حيدو ليه الريه ديالو، وكانوا عاطينو 100%، وواحد الوقت ردوه شويه ثاني خرجوه عطاو 50%، داك لا فيرم انا بعد ما الراجل ما عطاوش ليا، خلاو ليا 8000، وعندي جوج ولاد معذورين، وعندي مرض ديال الطنسيو والسكر والهشاشه، و 8000 ريال واش ناكلها ولا نشري بها الدواء؟ وانا العيد ما كنعيطش كالناس، انا كنضيع، نطلب الله والملك الله ينصرو، الا كان يشوف فينا يشوف من الحاله ديالنا ويعاوننا على وجه الله، احنا كنضيعوا، راني كنضيع، واعذروا لي التكميليه. الله يرحم الوالدين والله يخلي لنا ملكنا واللي يوقف في جنبنا ويعاوننا ويشوف من الحاله ديالنا. السلام عليكم، اولا صلي على سيدنا النبي، اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. انا جنديه متقاعده وكنعاني وكنت مريضه بمرض السياتيك، وفتح درج جوج عمليات وانا في الخدمه العسكريه، وخدمت بكل تفان تحت شعار الله الوطن الملك، ودابا حنا كنعانيو. انا مريضه وعاطيني نو امبيطابل، واش هذا حق؟ نو امبيطابل، وها لاكارت ديالي ديال المؤسسه. والسلام عليكم. انا جيت لهنايا كنطلب من سيدنا الله ينصرو ويخليه لينا شهر ثلاثه عاد تحيد ليا الخلصه ديال البنت، كنطلب منه يخلي لي ديك الخليصه نعيش بها حتى نموت، هادشي اللي كنطلب، ما كنطلبش حاجه اخرى، كنطلب الخلصه ديال راجلي تبقى ليا كامله. تعانيها الارمله، بالنسبه كاين اللي عندها وليدات، كاين ما عندهاش الدار، ما الخلصه هي على قد الحال يعني ما تتكفيش. انا عندي 6 الوليدات، نخلي لي 1300 درهم، خمسه يعني تاع الدراري، و70 الف فرنك ديالي انا يعني ما كافياش، عندي 6 الوليدات كلهم تيقراو، وراكي عارفه ما كاين شي خدمه يعني الانسان مرسم فيها، ما موظفه ما والو، ربت بيت يعني تربي وليداتي وصافي. الزوج ديالي تا هو ملي توفى يعني شي واحد ما سول فينا، ما
ما كاين زعما اللي يهتم ولا جا قلاب ولا تات شي جمعيات ولا ما كاينش زعما شي دعم، ما كاين دعم اي شي بلاصه، ما كاينش شي دعم لا في المناسبات لا في رمضان لا في العيد الصغير العيد الكبير، ما كاين حتى زعما شي دعم شي جهه. ودابا تنجينا تناضلو تنطالبو حقنا زعما يشوفو من حالنا، ماشي غير الارامله حتى المتقاعدين كاين مضرين حتى هما بزاف، كاين اللي ما عندوش خلصه يعني داك التقاعد ما كافيهش على قد الحال وصافي، ولادو ما خدامينش ما تايشوفوش الانسان الا كان ولادو كاينين يقدر يعوضوهم يعني يعوضوا لهم وليداتهم ويقلبوا لهم فين يدمجوهم، يعني ولاد المتقاعد هما اللي كل الحق ديالهم هما الاولى. وبزاف بزاف المعاناه اختي، بزاف بزاف بزاف، وتنتمناو نطلبوهم يعطيونا حقنا ويشوفوا من حال الارامل ويشوفوا من حال المتقاعدين. كاين متقاعد مريض تلقاو معاناه المستشفيات، تلقاو فين ما مشينا كاين صعوبات، كاين اي في لابيلانس الا جيتي تتعيطي لها ما تجيش عندك، كاين اللي مريض وفي دارو حتى شي واحد ما عارف يعني شنو بيه، بزاف بزاف اختي المعاناه بزاف.